السابع من حزيران عام 1914، في مثل هذا اليوم جرى حدث فريد من نوعه، هو اجتياز أول سفينة قناة بنما عقب إنجاز هذه القناة التي تأتي بعد قناة السويس. والسفينة كانت الأمريكية إليانس وحمولتها 4000 طن، وقد مرت من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. يذكر أن أعمال الحفر والبناء في هذه الطريق البحرية امتدت على مدى 30 عاما، وكان الفرنسيون هم الذين باشروا بها عام 1879 بإشراف مهندس قناة السويس فرديناند دوليسبيس.